كل سنة وانتم طيبين. آخر ورقة بنقدمها في رمضان الورقة المصرية برضو الإصدار الثاني ب 100 جنيه، بيسموها القلعة في النص دي. تم طبعها في 5/9/1913، وسعرها بيبدأ من 250,000 جنيه وبتوصل لمليون جنيه. كل سنة وانتم طيبين، دي آخر حاجة بنقدمها في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين عبر رمضان الجاي. واغلى ورقه، اغلى 6 ورقات في مصر قدمتهم ورا بعض، عشان ما يبقاش الاجنبي قدمنا ورق حاجات اجنبيه ما قدمناش حاجات مصريه، قدمنا 6 ورقات مصريه من اغلى العملات الموجوده في مصر. السلام عليكم ورحمه الله، كل سنه وانتم طيبين.